بهدفين لهدف. الكرة بتصل إلى الأمام، ممتاز سوزا في المرور. اليوم سوزا ليست سهلة، سوزا راح يواجه بانيغا في مواجهة ليست سهلة. الكرة إلى الأمام، استلم وليد أزارو، تقدم اتفاقي، المحاولة من أجل تسجيل هذا الملعب بعد أن احتضر في المباراة الأولى الهلال الفريد الدياي والأخطاء الدياي وتصحيح الأهل الاتفاق أولا مع طيب الذكر الكابتن الوطني القدير خليل السياري، من ثم الشباب بعد ذلك. الكرة إلى علي هزازي، فيها انطلاقة اتفاقية، فيها محاولة لفارس الدهراء، الكرة بترسل وتصل الماضية بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية. الآن حصلوها وتواجد، والاتفاق أخطر والاتفاق أفضل، الكرة موجودة. شوف علي هزازي اليوم الأدوار يقدمها في ظل غياب فيليب كيش، كرة طويلة ورأسية، الله لا 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 لا, لا يا فواز، متصدرا لهدافي الدوري بثلاثة أهداف. السالم يريد معادلة الرقم، كرة إلى الأمام، تقدم كويسون، تقدم كويسون، السويدي يحاول تسديدة ممكن، لكن التغطية الدفاع لذلك بتبعد. أي وسط ملعب يأكل الأخضر واليابس. الآن عند الاتفاق، كرة إلى الأمام، تقدم موجود، محاولة وتغطية على طول إلى ركلة. منتخب المانشافت الألماني مستوى كبير لرئيس بولحي في تلك البطولة، كرة اتفاقية الآن، مستوى كبير الآن، نقلات جميلة، تأخر فيها علي هزازي. شوط المباراة الثاني، أجمل تحية مني محدثكم عبد الله الغامدي سعيد المولد. على طريقة الركلات الركنية طويلة وإلى الأمام، يا سلام ما شاء الله. وش الهدف؟ الكرة عادت مقطوعة إلى روبن كويسون، استلام وتسليم، اتفاقية جميلة، لكن هزاع رئيس النادي الاتفاقي خالد الدبل العاشق الاتفاقي في الجهة اليسرى، طويلة إلى الأمام باتجاه وليد أزارو، وأحمد شراحيلي خلصها. هذا سوزا صاحب 33 سنة، سوزا الآن بكرة عرضية باتجاه من وليد، الله نعم، تصنع معها شيء، تحدث معها فرحا اتفاقيا بأول أهدافه في هذا اللقاء، يسجل وليد أزارو. خلينا نقول 13 دقيقة قادمة راح يكون فيها متعة أكبر، راح نشوف ونشاهد، راح نشوف وليد الاستلام، ما هذا الوليد، أي استلام، أي تقدم ومرور وركلة جزاء اتفاقية بالسويدي روبن كويسون. يبدو بأن سيسجل أول أهدافه، يقترب من وضع أول بصماته في الشباك. روبن، هات المباراة من جديد. هل يظهر الآن بالهدف الثالث ولا لا؟ سوزا، سلام يا اتفاق، سلام وتحية يا اتفاق. هذا الفارس، والفارس لن يرمي المنديل على الإطلاق. البديل أكيد بأن الهدف الذي سيبقى محفوظا في ذاكرة الاتفاقيين. سوزا يمرر، وليد حسن قوية، فواز موجود من